العلاقة بين آلة العود وصبري استثنائية، وتلك هي قصة أخرى نشأت في رحاب عاشق العزف الشعبي، إذ لا يتخلى السقاف الشغوف عن عوده لحظة. شاءت إرادتنا وشاء، وتنزل القدر القضاء. قسوة الظروف التي تعرض لها ربما منحته فرصة لتجسيد العلاقة بينه والفن، حيث فقد صبري درجته الوظيفية كتربوي قدير وموجه لمقررات دراسية. كيف ما عشقك يا موطني ولهواك. تفاصيل كثيرة تغيب عن حاضر العازف المأسور بموهبته أو يفضل تجاهلها، لكن ما يحضر هو تلك الوعود التي تلقاها صبري بإعادته إلى عمله بعد أن حكت ضده ما يشبه المؤامرة، كما قال عندما أحيا حفلا فنيا في مناسبة وطنية قبل سنوات، فقرروا نقله من وزارة التربية إلى الثقافة. لم يحدث ذلك فوقعت الكارثة، ظل الرجل يتردد بين الوزارتين حتى فقد درجته الوظيفية نهائيا. أصابه الإحباط، خسر كل شيء في حياته، ولم يتبقى له سوى ما يشبه كوخ بناه هو من خردوات يعيش فيها هنا وسط مدينة تعز المنكوبة. تبع بنات وداد عنك ذو يزن، ما فرطوا في صنعاء أوضعت عدن. وعلى الرغم من كل ما لحق بصبري، إلا أنه ما يزال يتمسك بالصبر، ماضيا بحياته في منتصف العقد الخمسين يسكنه أمل كبير بغد مختلف، خصوصا وأن تفاصيل حياته صارت مألوفة لدى الجميع هنا، فترى الشعراء والأدباء يزورونه ما بين فترة وأخرى ليلحن بعض قصائدهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.